السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر حاجة قالت دنيا بطمة قبل اعتقالها أو لحظة اعتقالها هي تهلاو لي في بناتي. اعتقال دنيا بطمة سيفرح البعض وسيغضب البعض أو ما يكونش راضي. اللي كيأدي الناس كيسهل عقوبة لأن داك الشيء اللي عملته زاد الطاغوت، وما ننساش بأن سيدنا تعاون معاها وعطاها واحد الوسام، وكانت خاصها تحترم يعني تحترم الدولة ديالها وتحترم سيدنا الله يطول في عمره. هي كانت فنانة ناجحة ولكن طغت بزاف لأنها على حسب المظاهر وعلى حسب الشيء اللي عملت زادت على حدها، وحنا واحد الدولة قلنا محترمة ضروري لأن كيأدي الناس كيسبب لهم مشاكل مثلا، يعني اللي كيأدي الناس خصو يتأدب ولا يعتقل. ودنيا بطنة كنقولوا حنا الأصل عريق يعني محمد بطمة والعربي بطمة وزيد يعني الناس كنعرفوهم حنا الناس الأجيال يعني عندهم واحد السمعة. ودنيا بطمة كتعتبر بحال أي مواطنة مغربية، حتى هي خصها تقدم أمام السيد وكيل العام للملك وتقدم أمام المحكمة كيفما كيتقدموا جميع المغاربة، وتعتقل وتدخل الحبس ويعني وتأدي النصيب ديالها في ذاك المنتف أو في ذاك الجنحة أو في ذاك ارتكاب الجرائم اللي دارت، والمغاربة كاملين سواسية أمام القانون. هذا الشيء هذا اللي كنستعملوا، هذا الشيء هذا ماشي مزيان، هذا الشيء هذا ما مزيانش لدنيا باطمة، وهذا الشيء هذا ما صالحش، استاهل الحبس، وهذا الشيء هذا ماشي مزيان، والفنانين ديالنا عزازين علينا. احنا في هذه القناة من الناس اللي ما نبغيوش اعتقال الدنيا ولا اي مواطنة او مواطن، ماشي حيت الدنيا فوق القانون ولا عندها شي ميزات، تبعوا الخط ديالنا هنا، ما كنبغوش الاعتقال، وماشي معناه كنصادروا حق القضاء، لا، القضاء يقول كلمته ويدير شغله، لكن هذا غير رأي ديالنا احنا. انا دائما كنا ضد اعتقال ديال الناس، وما نكرهوش احنا تكون شي حل الانحرافات ديال الناس، يتعالجوا الناس في أخطائهم بعيد عن الحبس، خاصة وأن التجربة في المغرب أثبتت أن الحبس لم يكن وسيلة ناجعة للردع. والدليل كتلقى واحد دخل الحبس عنده 12 عام وبقى حتى وصل 50 عام، كاين اللي مات في الحبس، دخل الحبس ملي كان صغير، كيدخل ويخرج، وكيدخل كيدوز أوضاع كارثية، وكينعس مع 40 الخلق، وكيدوز الكاش وكيبقى يبكي وسط الحبس، يقول ما عمري نعاود، وكيخرج وكيرجع يعاود. إذا الردع ديال الحبس لم يكن وسيلة ناجعة. اعتقال ديال الدنيا باطمة ما يمكنش يفرحنا في هذه القناة، ما نقول لكمش حيت هي أم ولا حيت هي فنانة ولا حيت عندها بنتها ولا بالعواطف، لا، احنا ضد الاعتقال، كيبقى مع العلم أن كل مواطن بان طول الاعتقال ديالها من حقه والسلطة القضائية من حقها، ولكن احنا في هذا الموقع وتبعونا تبع السياسية الاعتقال كيضرنا ديال أي إنسان. أنا غادي نتناول دنيا باطمة في بعض النقاط مهمين ومشي للمنتخب الوطني، مهم جدا المغاربة جدا جدا جدا. نبداو بمبدأ المساواة، خلي احنا مقلقين ولكن مزيان المغاربة يكونوا متساوون من القانون، مزيان المغربية والمغربي بان له كل فنانة كي ديك مسكينة ديك المواطنة البسيطة اللي خدامة كتبيع بحال يعني اللي غلط يتعاقب، أمر جيد، مبدأ المساواة أمر جيد جيد جدا. نقطة ثانية كترتبط بالمتابعة ديال دنيا باطمة، هذه كذلك خصنا نفتحوا فيها صفحة ما ندوزوهاش. دنيا باطمة متعت بكل شروط المحاكمة العادلة على الأقل احنا كمتابعين عن بعد، عندها ضمانة الحضور، ما تشدتش لا عند الشرطة، ما تشدت لا عند النيابة العامة، لا بعد الجولة الابتدائية، لا بعد الجولة الاستئنافية، حتى تسالت جميع درجات التقاضي، وهذا هو الأصل، ماشي انها تمتعت بشي حاجه القضاء، لا، القضاء دار معها القانون. وهنا كنفتحوا سؤال، لماذا مغاربه اخرون يعتقلون عندهم كل ضمانه الحضور؟ لماذا؟ سياسيون، حقوقيون، برلمانيون، وسبق لي شرحتها في مناسبه اخرى، لا يكفي توفر شرط التلبس باش نعتقل الانسان، خاص ركن اخر هو يكون عنده انعدام ضمانه الحضور. ما عندك القضاء ما مأكدش، النيابه العامه عندها أدلة والقاضي التحقيق عنده أدلة، قيام واحد الأدلة والشرطة، ولكن ملي أنت ما عندك تضمانات الحضور، ما عندك لاكارت، ما عندك عنوان، غتبدل معالم الجريمة، ما نعرف خطر للخيناك مثلا جريمة فيها القتل وباقي تقدر تقتل شي واحد، أحيانا الاعتقال تيكون حماية. أو لا عندك طيارة خاصة ممكن تهرب خارج الحدود، ممكن تهرب، ممكن ما تعاودش تولي، ممكن تحرق، ممكن أن شي واحد يسهل لك تسافر خارج الوطن، يعني هذا مشكل، يعني بالتالي عندك انعدام الحضور الى القضاء،
هذا ممكن خصك تعتقل. بحال مثلا الحادثه تسير ملي كيقتل شي واحد راه ملي كيشد السلطه كتشد واحد الانسان راه كتحميه حتى هو، لان ذوي داك الضحيه يقدر يقتلوه في ديك اللحظه واخا كيعتقلك المخزن راه كيحميك بعدا بلا ما تهدأت الانفس. فالاعتقال او هاد المتابعه ديال دنيا باطمه كيفتح صفحه مهمه للمغاربه. هذا هو العبره من القضيه. لماذا لم يمتع كثير من المغاربه كيتشدوا في البلاصه واحيانا على شكوك؟ اذا هذه نقطه مهمه جدا. نقطه اخرى لا تقل اهميه هو التاخير في البت. هذه مشكله المغاربه. دنيا باطمه بقات 4 سنوات في المحاكم ملفه. لماذا؟ وكاين مبدا مهم جدا هو الحكم في اجل معقول كاين قرارات المحكمه الاوروبيه حتى التشريع ديالنا المغربي. علاش واحد الانسان كيبقى 4 سنين كيمشي ويجي؟ وكاين ملف كتلقى فيه بحال مثلا ديال الريف فيه واحد 55 واحد وكاين 400 تهمه وحكموا في سرعه قياسيه. واش قدرنا نغربلو داكشي وندوزوهم دغيا؟ صحيح من واحد الجانب باش نكونوا موضوعيين، عندما يتعلق بالجرائم الماسه بامن الدوله الداخلي والخارجي المشرع عطى السرعه باش المجتمع كيطمئن، لان كتسمى جرائم والخطر. ولكن واش 3 شهور كافيه للتحقيق في 400 تهمه؟ كما قال القاضي حق قال لك رماو تهم بالباله. ولكن عندنا تهمه واحده اخرى ديال دنيا باطمه وكاين ناس كانوا معاها، اذا لماذا تعطل؟ هنا باش نكونوا موضوعيين. تعطل او التاخير على حسب ما قالوا بعض اليوتيوبرز واللي تيقولوا انهم عندهم اسرار وعندهم معلومات وعندهم تسريبات والله اعلم. تيقولوا بان كانت القضيه فيها رشوه وفلوس وملايير، داكشي علاش تم التاخير وكانوا كيبحثوا كيفاش يبرؤوها. والله اعلم، يعني هذا مجرد يعني معلومات من عند اليوتيوبرز. واش نمشيو لها ديريكت؟ وسبقنا قلناها وكننبهوا ليها، وهذا الموضوع ديال دنيا باطمه خلينا نوليو ننبهوا مره اخرى. هو ضعف ولا ندره الموارد البشريه في المغرب. المغرب من جمله الازمات اللي عنده وسبب مشاكله، ولماذا فشلت السياسه العموميه في بزاف الحوايج؟ هو ان الموظفين قلال، القضاة قلال، قضاة النيابه العامه قلال، قضاة الموضوع قلال، قضاة التحقيق قلال، الاستاذه قلال، اطباء قلال، المهندسين قلال، الشرطه القضائيه قلال، الجدرميه قلال. والملفات المعروضه والمشاكل لا حصر لها. البوليسي كيدير الخدمه ديال 4 ديال البوليس، الجدرمي كيدير خدمه 4، القاضي كيدير الحكم ديال 10 ديال القضاة. هذه المشكله صراحه صحيحه جدا. علاش؟ لان كاين واحد القاضي كان قال لي مثلا كتجي واحد الحكم بالليل ملف فيه 400 صفحه 500 صفحه خصك تقراها في ديك الليله وتشوف حيثيات الجريمه وتدرسها وتقراها وتبحث فيها وكذا، والصباح خصك تصدر الحكم. كي غدير تقرا انت 500 صفحه في الليله؟ كي غدير تحكم بالعدل في هذه القضيه هذه؟ كما قال داك القاضي قال لك الاغلب الاحيان ما كنقراوش حنا دوك الصفحات دوك 500 ورقه ولا 500 صفحه. كي غدير تقراها وعندك بزاف د الملفات وبزاف د الاحكام غدا؟ قال لك تصدر انك كتقيس وكتشير وصافي، كتحكم بدون معلومات، بدون ما عندك حتى شي حاجه حتى شي معلومه على داك السيد على المجرم كتحكم وصافي. علاش؟ السبب شنو هو؟ القضاة قلال في المغرب صراحه، لان الجرائم كثيره، الجناح كثيره، المشاكل كثيره، ولكن القضاة قلال والمحاكم قلال. كي غيدير هذا الانسان هذا؟ ونهار تعطي لشي واحد يخدم اكثر من جهده وطاقته كون مأكد ان الحقوق ستهدر. وملي كتهدر الحقوق كيوقع التوتر، وفي الاخر حنا كمجتمع كنا كندفعوا التوتر. اذا لماذا دنيا باطمه بقات هذه المده كامله 4 سنوات؟ وهذا كيدخلني لواحد النقطة أخرى مهمة جدا، هو أن دنيا باطمة تعرضت لأكبر حملة تشهير ربما في تاريخ البشرية. سمعوا مزيان المغاربة، دنيا باطمة ملي كنقولوا شهروا بها تقدر تكون هي زلقت في حق الناس، تقدر تكون هي شهرت في حق الناس، تقدر دارت أفعال. إذا القضاء ما دام اعتقلها إلا تكونت عنده قناعة دايرة جرائم، القضاء هذا قال كلمة. ملي كنقول لكم تشهير ماشي باش واحد آخر يقول لك وهي إيش دارت؟ لا، حنا ماشي بهذه الطرق. هي دارت حنا ما نديروش. هي دارت وحنا ما نديروش. هاد السيده بقيت عرضه، يعني وعندها بنتها. وملي كنقولها هي كنقصد عدد من المغاربه. التشهير شهر بها على اكثر من واجهه. وهي انا في رايي الخاص يعني سبب التشهير هو ان طول المده الاعتقال 4 سنين، داكشي باش تشهر بها وكلشي كيهضر عليها وكلشي كيتسناها تعتقل، هذا هو السبب كنظن. لو ان المشكل ديالها دارت الجريمه مثال تحاكمات بسرعه دخلت الحبس بسرعه غنساوها صافي ما كاين حتى شي حاجه، ولكن تحاكمات وتحكمات و4 سنين ديال الانتظار ضروري يكون هذا التشهير. هذا هو السبب.
وهذا مشكل عميق جدا. يا بطمة فنانة من أسرة عريقة، ولكن للأسف الشديد وضعت راسها في هذا الوحل، وبالنسبة للاعتقال ديالها هذا انتصار للقضاء المغربي، وهذه مبادرة، لأن دنيا بطمة بالأمس القريب كانت تسول وتجول وتقول قرار عادي وهذا مادام هما رفضوا لها قدرة تستاهل ديك العقوبة ابتدائية 18 وفي الاستئناف داروا لها عام. أنا تيبان لي الحكم عادل. السيدة تستاهل الاعتقال، القرار اخويا في المتناول، هادشي اللي بان لي انا. وتدير تشهير للناس قالوا لي عام ياك تستاهل اخويا، تستاهل اكثر، قرار ما هوش خصها 10 سنين اخويا على الاقل. خويا تيبان لي الحكم عادي بحالها بحال عباد الله صاحبي، فهمتي عادي الحكم ديالو، الشهير ديالها عادي الحكم، يعني اللي دار الذنب تيستاهل العقوبه. هادشي اللي ما على حساب الناس اش تيقولوا الاقوال ديالهم، تيقول لك سنه واحده هي اللي سمعنا، هادشي هو اللي كيدير. والمهم القانون لا يحمي المغفلين، يعني المهم اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. هادشي اللي كاين هي ولا انا عندي حتى اللاعبين المغاربه هاد المشكل ديال كتكون نجم رياضي او نجم فني، ولكن ملي ما كتساعدكش التكوين السياسي او الحقوقي او لا، فكدير تصريحات كترجع عليك بها، ربما هي تحرشنا في واحد الوقت بدات كتصرح وبدا كيتفاعل. اذا دنيا باطمه دارت ولا قالت ولا شهرت بشي فنانه ولا بشي كذا، لا نقبل داك الشيء اللي دارت، ولكن السؤال واش هو نعرضوا حياتها للتشهير بتلك الطريقه يعني المؤلمه جدا بكل ما تحمله الكلمه من معناها. اذا اخر كلمه باش ندخل الى المنتخب المغربي هو ان قضية دنيا باطمة الاعتقال ديالها خصو بالعكس عادي تفتح النقاش. المهمة المغاربة تنقول لكم لكي نستخلص العبر والدروس، الدرس الأول لماذا تأخر البت 4 سنين؟ عندنا مشكلة القضاة، نزيدوا القضاة لأن هادشي كيكون على حساب الحقوق، كنتكرفسوا ما عندها حتى معنى يكون عندك ترسانة قانونية فيها على المستوى المغرب راه جد متقدم على مستوى التشريعات، ولكن ملي كتجي للواقع ما كتلقاش الحقوق. كيعطيك المشرع المواجهه، كيعطيك المشرع الخبره، كيعطيك المشرع دير البحث التكميلي، ولكن اغلب المغاربه يحاكمون بناء على تصريحاتهم لدى الضابطه القضائيه اللي قالوه البوليس او اللي قالوه عند الجندار، لان القاضي عنده ملفات بزاف، وهنا كيمشي مسكين بنادم للحبس وكيحس براسو ما تحاكمش محاكمه عادله، كيبقى حاقد فكيخرج صعيب عليه يرجع لحاضره المجتمع. هذا هو الدرس. اذا خصنا نزيدوا قضاه، كيفاش نفكروا نزيدوا قضاه النيابه العامه قضاه التحقيق؟ النيابه العامه راه لا يمكن ان تتصور شنو كدير في المغرب. وكيل الملك او وكيل العام خصو يستنطق المتهم، خصو يهبط للقبو ويستنطقه، خصو يترافع يطلع فوق الجلسه يترافع على الحق العام يدافع عليه، خصو يمشي للحبس يشوف ظروف الاعتقال الناس والسجل، خصو يمشي عند الضابطه القضائيه حراسه النظريه ويشوف، خصو يمشي للسبيطار، خاصو يخرج الى مسرح الجريمه. احيانا كيديروا بحال كيمشيو مثلا بحال قايد التحقيق مثلا كيمشي لمسرح اعاده تمثيل الجريمه، خاصو يدير لا الانابات القضائيه وهلم جرى، وكتلقى واحد العدد قليل ديال النيابه العام وعدد كبير من الملف، كذلك قضاه الموضوع. اذا هذا الدرس الدنيا باطمه خصنا نفكروا هنا، لماذا 4 سنين ما ندوزوهاش؟ ثم نبدا المساواه، لماذا دنيا باطمه مثلا تابعت في حاله صراح لمده كبيره وهذا دار معها القانون وبرافو، علاش ناس اخرون يعتقلون بناء على شبهات قيام شبهات بسيطه، وشحال من واحد كيتشدوا في الاخر كيمشي بحالاته. اذا هذا الدرس كذلك خصو يكون مهم. درس اخر هو درس التشهير. لا يعقل، لا يعقل في دوله مغرب اسلام ودين الدوله، تمشي الفصل الثالث اسلام دين الدوله وعندك قال الله على الاعراض وقال الرسول صلى الله عليه وسلم على الاعراض وقال، علاش حنا مسلمين وعندنا قال الله وقال الرسول ونسمح لانفسنا بان ننهش اعراض الناس؟ هذا الانفصام علاش ما قدرناش؟ شنو واقع الانسان المغربي؟ شنو علاقته بالتعاليم الاسلاميه؟ علاقته بالقران والسنه؟ علاش ديك النصوص ما كتنعكسش روحه وتنعكس في سلوكه؟ فين كاين الخلل؟ علاش كنتعاملوا مع مع, مع 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 الاسلام كطقس رياضي نصلي وكتلقاه مثلا يصوم ويذبح الحول يد العيد وكيمارس ديك الطقوس، ولكن في سلوكه الاجتماعي ضد التعاليم ديال الاسلام؟ هذا خصو تفسير، لماذا كيقبل الانسان يقيس الاخر؟ منين جاي هذا الشيء؟ منين جاي هذا الشعور؟ اذا هذه السيده شهر بها من طرف العديد، ماشي جهه ماشي جوج، ندهش ما يقوليش شي واحد هي قالت ودارت، راه قالتها وما نعاودهاش. اذا هذا درس ديال التشهير كذلك خصو يكون مهم ومهم. المشكل ديال الاخلاق اللي كتهضر عليها، علاش ما كتنعكسش الاخلاق والمبادئ الاسلام علينا كمغاربه او كمسلمين، واننا ما كنقراوش هادشي في المدارس، هادشي ما كنشوفوش في المساجد،
الخطاب ديال المساجد فارغه تقريبا الا من رحم الله. يعني كنشوفوا حنايا المساجد تتلقى خطبه موحده وفارغه من المحتوى الاسلامي والديني والاخلاقي، كيفاش بغيتي انت تنعكس علينا في الحياه العامه؟ واش انت كتشوف الامام ولا الخطيب في الجامع تيقول لك مثلا هذه حرام هذه حلال، ما تغش في الميزان، وكتخرج باب المسجد تشري كيلو د الليمون ولا كيلو د البنان وكيغشك في الميزان، ديك الساعه هو كيسمع بان ويل للمطففين. كيقول لك مثلا الخطيب ودير تخرج بنتك ما دايرهش حجاب راه حرام ولا يجوز وغتحاسب، وكيجي كيتغدى كياكل كسكسو ومن مور العصر كيخرج هو بنته كاسيه عاريه. راه مشكل مشكل. بالاضافه واحد السؤال باش نختم هاد الفيديو، هو ان دنيا باطمه علاش تعتقلت في هاد التوقيت بالذات؟ هذا هو السؤال. انا كيبان لي والراي ديالكم مهم، وان الالهاء انتهى وخلقوا لنا الهاء جديد. كان عندنا الهاء قبل الكان ديال افريقيا، كان الالهاء ديال الناصيري واسكوبار الصحراء وبعيوي، موراها مباشره جات المنتخب المغربي في كاس افريقيا. كي انتهت كره القدم في كوت ديفوار الالهاء انتهى ديال المنتخب، داروا لنا هذا الالهاء ديال دنيا باطمه باش نبقاو ثاني شادين فيه واحد المده على ما تظهر واحد الماده ديال الالهاء اخرى جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.